قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يا إخوان الله عز وجل ما أوجدنا إلا من أجل العبادة. الله أكبر. لا نلف ولا ندور والله من جد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إيش قال قبلها الآية اللي قبلها؟ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ذكرهم ليش خلقناهم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بس ما في شيء ثاني إلا يعني. الله عز وجل يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. تدري كم نبي؟ مثل الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 124 ألف نبي. وكم رسول؟ 314 رسول. كلهم جو اعبدوا الله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يا شباب شيخ بدر بالله معلش قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل أفلا. يا أخي والله عيب. قل أفلا تذكرون. الله يقول لك والله ما نستحي من الله. قل لمن الأرض ومن فيها كنتم تعلمون. سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. إذا كان كلام الناس جميعا أنها لله لما نتوب إلى الله؟ لما نترك المعاصي لله؟ لما نسير مع الصحبة الطيبة لله؟ لما نقرأ كلام الله من أجل الله؟ لما نستحي من الله؟ لما نزرف الدمع من أجل الله؟ لما نترك المعاصي والذنوب ونقبل على الله من أجل الله؟